بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس أمن الدائرة المسعود، سيد رئيس الدائرة، سيد وكيل الجمهورية، السيد السلطات الأمنية لجهاز الدرك، كل الأعوان المنتسبين لهذا الجهاز العزيز علينا، مشايخنا الأعزاء، شيوخ زوايانا، المجتمع المدني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكل منتخبي الدائرة، أهني السيد رئيس أمن الدائرة وكل الأعوان المنتسبين لهذا الجهاز من أول في جنوب العاصمة عبر كامل الشرف الوطني على الدور اللي راح نقوموا به والمجهودات اللي راح نقوموا بها من أجل حماية الوطن والمواطن. نحن نعيش في أمان، نحن نعيش في استقرار، نحن نعيش في رفاهية، وهذا بفضل مجهوداتهم هما أولا بفضل مجهودات مولانا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى، وبفضل مجهوداتهم هما الصائرة على حمايتنا وحماية مشاركتنا. نتمنى لهم عيد سعيد وعمر مجيد ومزيد من النجاحات ومزيد من الرفاهية لهذا الوطن العزيز علينا المشرق خلود الشارع الأبرار.